السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة حسون الغرب الكرام. نلقاكم اليوم في فيديو جديد، موضوع في غاية من الأهمية، هو الموضوع الذي قد يفاجئ الكثير من المربين كنتيجة لتزاوج الحسون، بحيث يمر المربي أو يقوم بدوره على أحسن ما يرام بخصوص مرحلة التجهيز ومرحلة التزاوج، ولكن في الأخير قد ينصدم بالنتيجة التي يجدها سلبية، إذ يجد في الآخر يعني في آخر المطاف بعد هضم الأنثى للبيض، يجد أن البيض يعني أو عملية هضم هذه يعني تكون بدون فقس للفراخ، لأن البيض غير مخصب أو غير ملقح، وهو مشكل شائع ومعروف وقاسي بالنسبة لبعض المربين خاصة المبتدئين. خصوصا المسألة هنا تتعلق يعني بجهد وعناية والصبر وكذلك بتعب المربي. إذا موضوع اليوم إخواني الكرام سيكون بخصوص أسباب البيض الغير مخصب أو البيض الغير ملقح، وما هي الحلول الممكنة إذ وجدت. تابعوا معنا هذا الفيديو حتى الآخر، ولنبدأ بإذن الله بعد هذا الفاصل مباشرة. أهلا بكم من جديد إخواني الكرام. قبل أن نتكلم على مشكل البيض الغير ملقح أو البيض الغير مخصب بالنسبة للحسون، يجب أن نشير إلى أن هذه النتيجة السلبية تكون بعد مرور مرحلة التجهيز وتجهيز الطيور، يعني ووصولا لبداية مرحلة التزاوج، يعني المربي يكون قد مر بكل شيء وأدى دوره في هذه العملية وفي هذا الموسم. فلأن بعض من هذه الأسباب أسباب البيض الغير مخصب أو الغير ملقح ترجع وتعود لمرحلة التجهيز وكذلك لبداية مرحلة التزاوج، بعض الأسباب يعني بعضها وليس كلها. لهذا سأترك لكم في صندوق وصف هذا الفيديو روابط خاصة بمرحلة التجهيز وكذلك روابط خاصة بمواضيع لا تقل أهمية أيضا، يعني خاصة ببداية مرحلة التزاوج، بحيث يعني كنا نحن من قبل أشرنا وتطرقنا لهذه الأسباب من قبل وحذرنا منها، يعني وتطرقنا لطرق تجنبها كأخطاء يرتكبها المربي في مرحلة التجهيز وفي بداية مرحلة التزاوج، وهذا كإجراء يعني وقائي من هذا المشكل وهذه النتيجة السلبية. الآن نأتي لأسباب البيض الغير مخصب للحسون. لنبدأ بالترتيب أو بالتسلسل حسب يعني المدة، يعني حسب الزمن، يعني من مرحلة لمرحلة الذي يتشكل فيه أو يتسبب فيه هذا المشكل الخاص بالبيض الغير مخصب. لنبدأ بالأسباب التي تعود لمرحلة التجهيز. فكما أشرنا في مواضيع سابقة لهذه المرحلة، مرحلة التجهيز، قد يكون أحد أسباب مشكل البيض الغير مخصب هو السمنة أو التشحم لأحد الطرفين، يعني للذكر أو الأنثى أو لكلاهما معا. هذا التشحم إخواني الكرام يحول بين الذكر والأنثى وبين عملية التلقيح يعني الصحيح أو التزاوج الصحيح، لأن الدهون المتراكبة المتراكمة قرب مخرج أو العضو التناسلي للحسون تمنع خروج السائل المنوي من الذكر، وكذلك تمنع وصوله للبيض داخل بطن الأنثى إذا كانت هي كذلك أو هي تعاني من التشحم والسمنة. وهذا يرجع سببه إلى الإفراط من تقديم الأغذية المتنوعة سواء طبيعية أو كيميائية، يعني يكون نظام غذائي غير مدروس ويكون يقدم بعشوائية. هذه مواضيع يعني سابقة تكلمنا عنها، وكذلك بسبب عدم توفر يعني قفص واسع نوعا ما ليتحرك ويطير الطائر أو الحسون بشكل جيد، ويحرق الطاقة ولا تتراكم يعني لديه الدهون على شكل يعني سمنة وتتسبب له بالتشحم. الحل في هذه الحالة، عفوا قبل أن نتكلم عن الحل، إذا واجهت يعني مشكل البيض الغير مخصب يجب أولا أن تحدد السبب أو تقوم بتشخيصه. فإذا وجدته التشحم في هذه الحالة كحل يعني وفر قفص كبير للتزاوج، كقفص تزاوج عفوا من النوع الكبير أو مطير كبير خاص بالذكر وآخر أيضا خاص بالأنثى، واعزلهم يعني كل طائر في قفص خاص به، وانزل يعني تدريجيا في كمية الغذاء الذي كنت تقدمه للطيور تدريجيا وليس بشكل مفاجئ، لأن هذا قد يسبب دخول الحسون في مرحلة غيار الريش
ولو يعني كان هذا غير ريش خاطئ، وهذا يعني مشكل ضمن نقاء آخر، يعني عوض أن تكون يعني تبحث عن الحل قد تتسبب في مشكل آخر. لذلك يعني بالنسبة للغذاء تنزل به تدريجيا، وتقدم إضافة إلى ذلك تقدم قطرات من خل التفاح، حوالي 4 قطرات في مشربية الطائر. هذا يساعد على حرق الدهون، وكذلك القفص الواسع أو الكبير يخلق مجال واسع للحصان ليطير بأريحية وبشكل جيد، وبالتالي يحرق أكبر قدر من الطاقة، وبالتالي يحرق أكبر قدر من الدهون. سبب ثاني آخر يمكن أيضا أن يعود لمرحلة التجهيز، وهو المرض، مثلا مرض الكبد، يعني سواء الذكر أو الأنثى أو كلاهما معا، من أبرز الأمراض التي لا تبدو مباشرة على الطيور هو مرض الكبد. قد لا يبدو هذا النوع من الأمراض على الحسون حتى يفتك به. نجد مرض الكبد هذا الذي سببه أيضا يعود للغذاء أو النظام الغذائي، شأنه شأن التشحم، ولكن في هذه الحالة بالنسبة للتشحم بخصوص مرض الكبد تتراكم الدهون هذه المرة حول عضو الكبد ولا يؤدي وظيفته جيدا، وبالتالي تتراكم السموم بالكبد، وهذا يؤثر أيضا على عملية التزاوج بشكل خاص، بعملية التلقيح بشكل خاص، وعملية التزاوج في بعض الأحيان بشكل عام. قد لا يتزوج أصلا يعني، وقد لا تضع الأنثى البيض إذا كان يعني كانت إصابة بهذا المرض في مرحلة أو في طور متقدم. إذا كان هذا هو السبب هنا، يعني دائما يعني نقوم بتشخيص السبب هنا، إذا كان هذا هو السبب يجب على المربي العزل بين الذكر والأنثى والتركيز على علاجهم، يعني طبعا مرض الكبد أو أي مرض آخر يجد سبب في يعني البيض الغير مخصب أو الغير ملقح. لكن الكبد هو المرض الشائع يعني في هذه المرحلة، وسببه يعود إلى الغذاء، وبالتالي يعود إلى مرحلة التجهيز. هناك أسباب أخرى تعود لبداية مرحلة التزاوج، كأن يكون مثلا الذكر غير جاهز جيدا، أو في بعض الأحيان يكون جاهز ولكن بسبب سوء التغذية، يعني أو هذا الذكر بالخصوص يعني يمتلك أو يعني لا يمتلك الطاقة الجيدة أو الفيتامينات التي من شأنها أن تحفز الهرمونات الجنسية لديه، وبالتالي حتى لو لقح الأنثى مرارا وتكرارا يعني أكثر من مرة فلا يجدي هذا نفعا، وبالتالي نجد أن البيض غير ملقح في بخصوص عن جهوزية يعني الحسون يعني الأنثى أو الذكر. يعني نخص بالذكر الذكر، لأن الأنثى لو لم تكن جاهزة لن تضع البيض أصلا. مشكل آخر هنا من يتسرع، يعني العفو بالنسبة للمشكل السابق هذا الذي ذكرناه، الحل يعني نعزل الذكر عن الأنثى، إذا وجدنا الذكر غير جاهز جيدا نقوم بتجهيزه جيدا حتى نتأكد من جهوزيته، ولكن عندما نعزله عن الأنثى نبقيه من القرب منها حتى لا تفقد جهوزيتها وتدخل في مرحلة حياة أخرى يعني. وإذا كان يعني الذكر جاهز والسبب لديه في الهرمونات يعني يلقح الأنثى، ولكن البيض في آخر المطاف يكون غير مخصب، فهنا يعني الأمر خاص بالهرمونات لدى الهرمونات الجنسية لدى الذكر، نقوم بتقديم له يعني أغذية سواء طبيعية كالزنجبيل مثلا، هو محفز جنسي قوي جدا في الماء، خاصة زنجبيل أخضر، أو نقدم له أيضا غذاء يعني مكمل غذائي كيميائي كالآدي طروا مثلا. هذا كحل بالنسبة للذكر الغير جاهز، أو بالنسبة للذكر الذي لديه ضعف يعني في إنتاج الهرمونات الجنسية. مشكل آخر هناك يعني من يتسرع في بداية مرحلة التزاوج، من يتسرع أو لا يعرف الوقت المناسب لإدخال الذكر مع الأنثى، ولا يراعي شرط القبول والتوافق بين هذا الذكر والأنثى، هذا أيضا سبب وجيه وشائع يمنع يعني عملية التزاوج بنتيجة إيجابية، وبالتالي نجد أن البيض غير مخصب. الحل هنا إخواني الكرام هو يعني العزل بين الأنثى والذكر، والعمل على التشويق بينهم، والتأكد من شرط القبول والتوافق بينهم، ثم نعيد يعني الذكر مرة أخرى على أمل أن يلقحها ويكون البيض مخصب بإذن الله.
كذلك سبب آخر هو أن تكون أظافر الذكر طويلة وتؤلم الأنثى عند عملية التلقيح فتهرب للذكر، هذا أيضا سبب من الأسباب يعني البيض الغير مخصب. في هذه الحالة يعني على المربي يعني أن يقوم بتقليم أظافر الذكر ويعيد الكرة من جديد. كلها هذه الأسباب يعني تطرقنا لها. أيضا بخصوص يعني القبول والتحقق من شرط القبول ومعرفة يعني متى ندخل الذكر، هذه أيضا مواضيع تطرقنا لها من قبل، يعني مواضيع يعني ذات أهمية كبيرة تجدونها في صندوق وصف هذا الفيديو. إذا كلها هذه الأسباب تطرقنا لها في مواضيع سابقة، سأترك لكم روابطها في صندوق وصف هذا الفيديو، ويجب البحث وتشخيص السبب وراء هذه النتيجة السلبية ومن ثم معرفة التعامل مع هذا السبب ومواصلة العملية وتكون النتائج إيجابية بإذن الله. ولا ننسى التحلي بالصبر، فهو عامل أساسي لنجاح موسم التزاوج للحسون. كل هذه الأسباب التي ذكرناها يعني لدى المربي دخل فيها بشكل كبير، ويلعب فيها المربي دور يعني مهم جدا. وبالإضافة إلى هذه الأسباب يوجد هناك أيضا يعني أسباب أخرى خارجة عن إرادة المربي، فنجد بعض الأزواج من ذكر وأنثى تكون قليلة أو عديمة الخبرة فتأتي ببيض غير مخصب خاصة في العش يعني الأول، وهناك أيضا احتمال وارد ولو قليل جدا كأن يكون أحد الطرفين يعني ذكر أو أنثى عقيم، وهذا يعني لله في خلقه شؤون. هكذا إخواني الكرام، هذه يعني جل الأسباب التي من شأنها أن يكون بيض الحسون غير مخصب أو غير ملقح، وكذلك الحلول تجدونها في المواضيع السابقة، سأترك لكم روابطها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد نقدمه. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو اليوم، على أمل اللقاء بكم في موضوع آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه.